بالنسبه للناس اللي دكتور محمد كان عاوز يعمل لها كويز، هو الكويز بتاعنا، هو الكويز بتاعنا ان احنا السيشن دي مقصود بيها معظم الناس الاندر جراد، والمهندسين اللي جايين برضو عاوزين يشوفوا ناس ينفع يتعمل لهم انترنشيب بعد كده في الشركات اللي هم شغالين فيها. كويس، فده هيبقى افضل شويه كويز عشان نناقش. كويس، برضو انا نسيت في الانترودكشن بتاعتي برضو اشكر في ال اس اي ايجيبت، في ال اس اي ايجيبت برضو عشان اللي عنده ما يعرفش عنها، هي كوميونيتي بيزد اورجانيزيشن بتشتغل، هي بترعى الاكتيفيتيز اللي زي دي، بتبقى بتشمل التنظيم، وبرضو هم طالبين مننا ان ندعو الناس اللي يحبوا يبقوا فولنتيرز وفي الاكتيفيتيز يمثلوا عين شمس، فالناس اللي تحب تبقى فولنتيرز يتواصلوا معانا برضو على الجروب بتاع في ال اس اي ايجيبت ويقولوا ان هم محتاجين يحبوا يبقوا كده، واحنا محتاجين الناس دي دلوقتي. في السيشن الجايه المهندس محمد بركات، وهو مهندس في جنرال موتورز وكان اشترك في الاي اس يو ريسنج تيم، وهيكلمنا عن الاوتوموتيف سيميوليشن تولز. اتفضل دكتور مهندس محمد. أنا محمد سامي بركات، دفعة السنة اللي فاتت 2014، وكنت تيم ممبر في ACU Racing Team Suspension and Handling. أنا هكلم النهاردة على أسبكت معين كلم عليه دكتور محمد، هو الـ Vehicle Dynamics باستخدام آدمز. آدمز اختصار لجملة Automated Dynamic Analysis of Mechanical Systems، فواضح من اسمه هو تركيز بالاساس على الميكانيكال سيستمز، بس ده مش كل استخداماته. الاول، ايه انواع السيميوليشن الموجوده في العربيه؟ الانواع السيميوليشن يا اما بتكون كايناماتكس، يا اما بتكون كاينيتكس، يا اما بتكون كنترول، يا اما بتكون ستراكشر اناليسز. الفرق ما بين الكايناماتكس والكاينيتكس هو بالظبط الفرق ما بين الماثيماتكس والفيزيكس. الماثيماتكس تقدر تديفاين موشن بتاع تو بوينتس ريليتيف لبعض باستخدام ماتريسيز، بس من دون ما تدخل ايه نوع الاكسايتيشن، ايه نوع الفورس او التورك اللي بيأثر عليها، وده كايناماتكس، وده بيقدر يقوم بيه برنامج زي ادمز. اما بالنسبه للكاينيتكس، هو زي ما انا قلت هو زي الفيزيكس، هو انت mainly concerned with the forces acted on the vehicle، inertia، torque، force، brake force، yaw moment. بالنسبه للكنترول، هو بالاساس بيتكلم على الفيكل كنترول سيستم، هل انت هتستخدم فازيولوجيك كنترول او نيورال نتورك كنترول. وستراكشر اناليسيس هو بيخدم الثلاثة دول، بان هو ممكن تستخدم فانات إيلمنت أناليسز برنامج زي أنسز مثلا. بالنسبة للسسبنشن، الأول بيبقى لازم تحدد التارجت بتاعك وإيه الميثودولوجي بتاعتك، ودي بتختلف من شخص لآخر، لأن الميثودولوجي أنت بتستخدم يعني لوز أوف ماثيماتكس ولوز أوف فيزيكس، فأنت استخدامك هيكون على أساس النولج بتاعك. وبعد كده بتبتدي تشوف الفيجوال انيميشن بالنسبه لك، يعني هل انت ساتسفايد مثلا بالنقط اللي هيكون عليها ستريس مثلا في الارمز مثلا او مثلا البوشود. وبعد كده بتبتدي تعمل ميكانيزم اناليسيس، هل هو بيساتسفاي التارجت بتاعك اللي انت حددته في الاول، وكافي كونكلوجن انت بتحدد ايه الكار سبيكس بتاعتك. بالنسبه لي انا اخترت ادم سيميليشن، لان هو اولا بيستخدم في تقريبا كل شركات العربيات، جنرال موتورز، فولفو، مرسيدس، وزاد استخدامه قوي بعد الريكول اللي حصل على عربيه معينه في مرسيدس بنز، وكان الريكول اتعمل بس على اساس ان هو في مهندس عمل اناليسيز على العربيه باستخدام ادمز،
وفعلا العربيه قبل ما تعملها ريكول تعمل لها فيزيكال تيست، وفي صوره مشهوره قوي ليها على الانترنت واسمها ايثيك تيست. التارجت بتاعنا في السسبنشن كي ستيرنج تيم كان جراوند كليرنس ومينيمم ويل ترافل وبعض الفيكل دايناميك اسبيكتس اللي احنا المفروض كنا نحققها، وده كان لازم نعمله لان ده رولز للمسابقه، ما كانش حاجه باختيارنا. لكن الحاجات اللي كانت باختيارنا ان انت تقلل اليو انرشا بتاعت العربيه او الرول ريت بتاع العربيه، وده نوع من انواع الفيكل بيرفورمانس بتاعت العربيه. Improve ride properties of the vehicle and reduce total mass of suspension system. اي هدف اي مهندس في الدنيا ان هو يقلل الوقت والوزن، لان تقليل الوزن معناه ان انت عربيه اولا environmental friendly ومش هتحتاج انت تستخدم ماتيريال كتير، وده سبب رئيسي في ان انت بطلت تستخدم ميكانيكال اكتويتر سيستم وبقيت بتستخدم الكترونيك اكتويتر سيستم. الكينماتكس وكينيتكس، الميثودولوجي مثلا في الكينماتكس انت ممكن تستخدم لاجرانج مثلا او تايلر سويفت جنراليزيشن، ودول يعني اسمائهم دول ماثماتيشنز اصلا. وكينيتكس تستخدم نيوتنز لو. دي كانت الهارد بوينتس بتاعت العربيه بتاعت اي سيرسينج تيم 14، ده بالنسبه للفرونت سسبنشن، وده بالنسبه للرير سسبنشن. هنا اللي انتم شايفينه قدامكم ده حركه الميكانيزم عند رود اكسيتيشن اللي فوق، هو بارلل ويل ترافل يعني العجلتين بيطلعوا فوق وبيطلعوا مع بعض مسافه 20.5 ملم وبتنزل نفس المسافه. اما هنا اوبوزيت ويل ترافل بالنسبه للريل ميكانيزم، العجله بتطلع 20.5 وفي نفس الوقت العجله الناحيه الثانيه بتنزل 20.5 ملم. بعد كده بتبتدي في مرحله الميكانيزم اناليسيس، بتبتدي تشوف اسبيكت مثلا في العربيه زي الانتي دايف والانتي ليفت، وبتبتدي تشوف تقارن الهارد بوينتس اللي انت حددتها دي، هل هي دي تناسب البرفورمانس اللي انت كنت منتظره من العربيه ولا لا. ونفس الكلام بالنسبه للرير، وبتبتدي توصل مثلا لبورتنت اسبيكت للعربيه هو الرول سنتر. الرول سنتر هي النقطه اللي بيلف من حواليها الميكانيزم بتاع العربيه كله. وبالنسبه للديناميك تيست، في عندنا في الفورمولا ستودنت في كذا ديناميك تيست، منهم السكيد باد تيست او البريك تيست. السكيد باد تيست هو عباره عن حرف 8، كل دوريه من حرف 8 بيبقى الريديس بتاعها 7.5 متر، والمفروض ان انت بتديزاين العربيه بحيث ان هي ما تخرجش بره اللين بتاعها اللي هو بيبقى حوالي 2 متر. وده المقارنة بتاعتنا بالنسبة للعربية لما تخش سكيت باد تيست ما بين تو ديفرنت ميكانيزمز، ونفس الكلام بالنسبة للبريك تيست. في الآخر الكونكلوجن اللي احنا وصلنا لها هي ده performance aspects للعربية بتاعتنا بنبتدي نسلمها، وأي عربية في الدنيا لازم تبقى الأسبكتس دي مع الشركة بتاعتها، لأن دي بيزك أسبكتس بتحدد العربية، عشان لو حصل ان اي حد طلب ان هو مثلا يعمل ريكول العربيه دي لان العربيه بتفايليت اني كايند اوف بيرفورمانس سيفتي، فلازم يكون معاك ايفيدنس ان انت تقدمه تقول لا العربيه دي بتساتسفاي افري بيرفورمانس اسبيكت سيفتي. وفي كده فيديو سريع بيتكلم على ازاي انك تبيلد اب ادمز، والفيديو ده هو على اي سيرسينج تيم 14 فونت ميكانيزم. ادمز بيتكون من تو انترفيسز، ستاندرد انترفيس وتمبلت بيلدر. تمبلت بيلدر هو انت بتقوم بس بان انت تبيلد اب الموديول بتاعك او الميكانيزم بتاعك، والستاندرد انترفيس بيقوم بالسيميوليشن اللي انت عايز تعمله. الاول بتبتدي ديفاين الهارد بوينتس بتاعت الميكانيزم بتاعك، وبعد كده بتبتدي ديفاين البورت، وبعد كده بتبتدي تديفاين الجيومتري هل هو سلندر او هو ارم او هو لينك. بعد كده بتبتدي تاد الاتاتشمنت اذا كان هيبقى بيرنج او سفيريكال بيرنج او هوك جوينت. وبعد كده بتبتدي
تاد كوميونيكيتورز للسيستم بتاعك، ان انت ايه اللي انت بالظبط عايز تقيسه في الميكانيزم ده. اي سبيريكال بيرنج في الدنيا ليها ديجري اوف فريدم في الاكس والواي والزد، بتبقى ليميتد ده بحسب المانيفاكتشر بتاعه وعلى حسب السايز اللي انت بتختاره. فهنا انتوا هتشوفوا الميكانيزم كامل. وده الميكانيزم كامل بتحدد فيه الهارد بوينتس والجنرال بارتس والاورينتيشن بوينتس وال والاتاتشمنتس، اذا كانت هتكون سفيريكال او هوكس جوينت او يونيفرسال جوينت. وده يعني اختصاره سريعا بالنسبه لادمز كميكانيكال سيستم. لكن في الحقيقه ادمز ليه انتجريشن على الماتلاب، ان انت ممكن تبيلد اب active suspension يعني انت بتستبدل السبرينج والدامبر الموجود في العربيه بهيدروليك اكتويترز، بحيث ان انت توصل لابروتش بيرفكشن يعني. فبعد ما بتقدر تبيلد اب الموديل على ادمز بتقدر تدخله على الماتلاب اللي هو البلوك اللون البرتقاني ده. بقى هنا بتديفاين ترانسفير فانكشن بتاعتك. ترانسفير فانكشن هي عباره عن اوتبوت على انبوت. الاوتبوت بتاعك مثلا لو نفترض هو دي سي فولتج، والانبوت بتاعك مثلا هو السنسور مثلا لوزن العجله دي. فانت بتديفاين العلاقه لما بين الاوتبوت فولتج مثلا الدي سي موتور للستيرنج ويل ومقارنه بالوزن العربيه بس. شكرا. في حاجه احنا بص، انت محتاج عشان مثلا هقول لك الحاجه، انت مثلا عشان تقيس حاجه زي كده عايز تقيس مثلا الانتي دايف والانتي ليفت بالنسبه للعربيه، احنا ما عندناش للاسف سيميوليت. يعني انت عندك العربيه دي الديزاين بتاع الارمز بتاع، انت عندك العربيه اي عربيه اي جزء في الدنيا بيبقى ليه اكسلريشن، بيبتدي عندك ويت ترانسفير ما بين ورا وقدام. فانت عايز تكنترول الويت ترانسفير ده بطريقه معينه، فانت بتبتدي ديزاين الارمز وتديها انجلز معينه، وعلى اساس ديزاين بتاع الارمز بتحدد لو انت اصلا جاي لك اكسلريشن من الارض، الباس لود اللي جاي لك من الارض ده هيتنقل قد ايه للسبرانج ماس. السبرانج ماس هو الفريم مثلا بتاع العربيه، وكم برسنتج اللي هتروح للسبرانج ماس، وكم برسنتج تروح للانسبرانج ماس. مثلا الانسبرانج ماس اللي هو السوسته الدامبر الارمز. فدي مثلا حاجه انت تقدرش نتاس، احنا ما عندناش سيميليشن بلاتفورم يقدر يقيسها. لكن مثلا حاجه زي دي ثانيه احنا اللي هو مثلا عند اكسايتيشن كم الارض يبتدي مثلا الارم. يعني مثلا لو انا رفعت لو العربيه دي طلعت على مطب، طول المطب مثلا 2 سم، الارم بتاعي مثلا لفوق هيتحرك مسافه قد ايه؟ تمام؟ لا دي لما احنا جينا قسناها كانت نير الاكشوال يعني. بس اسئله ثانيه؟ ماشي شكرا. الاول انا بشكر باشمهندس محمد، لانه هو كان في الحقيقه الجزء ده من السيشن كان المفروض انا اقوم بيه، وهو يعني مشكورا جهز البرزنتيشن دي في وقت قصير. بس انا حابب بس اسمر اب الهدف ايه. احنا بنقول يا جماعه والله في تولز موجوده، احنا علشان نقلل الوقت اللي احنا بناخده علشان نصمم سيستم جديد، انا مش عايز ابني سسبنشن سيستم وبعدين اكتشف ان هو مش شغال او ان هو ما بيحققش الريكويرمنتس اللي انا كنت عايزها. فالكلام ده بنعمله ازاي؟ ادمز من البرامج المعتمده في معظم شركات العربيات الكبيره، والنهارده بيشرفنا حد من الشركه من الوكيل او المسؤول عن تسويق ادمز في مصر، وفي نفس الوقت ادمز يعتبر من السبونسرز كرنتلي ريسنتلي يعني من السبونسرز للاي اس سي ريسنج تيم، ان هو بيبروفايد فري لايسنس للبروجرام ده، بلس ان هم برضو ما عندهمش مانع ان يدونا سيشنز، وممكن النهارده نبدا نشوف مين يحب ياخد سيشن عن ادمز ونستفيد بالاوبورتيونيتي ان احنا نتعلم هو ادمز ده بيعمل ايه.
انا الداينامكس اللي انت زي ما الباشمهندس كان بيسال دلوقتي، هو انت تقدر تقيس الحاجات دي على الحقيقه؟ مش كل الاسبيكتس اقدر اقيسها، انا ممكن احط كميه سنسورز معينه على العربيه عشان اتاكد من المين بارامترز، لكن على ادمز ممكن احط سنسور في كل نقطه على كل ميكانيزم واشوف البرفورمانس بتاع كل نقطه، هل بيحقق اللي انا عايزه عشان يحقق لي البرفورمانس بتاع العربيه ولا لا. طب ايه علاقه الكلام ده بالاوتوترونكس؟ الكلام اللي احنا قلناه من شويه ده بيور ميكانكس، ولكن زي ما كلنا بنسمع ان عربيه زي عربيه المرسيدس الاس كلاس فيها حاجه اسمها اكتيف سسبنشن. الاكتيف سسبنشن ده بيشتغل ازاي؟ يعني انا عندي سوسته وعندي عندي دامبر في العربيات العاديه اللي هو المساعد يعني والسوسته، الكلام ده المفروض مطلوب منه انه يمتص الصدمات ويحافظ على الاستابيليتي بتاعه العربيه تحت اي ظروف. عشان انا اتاكد ما صنعش عربيه ويطلع ان هي ما بتعملش الكلام ده، لازم اعمل سيميوليشن على للكلام ده كله على بروجرام من البروجرامز. طب افرض انا عايز اعمل بقى اكتيف سسبنشن. اكتيف سسبنشن معناها ان بيزد على البيهيفير بتاعه العربيه اقدر اغير الاستيفنس او الايكويفالنت ستيفنس والايكويفالنت دامبنج فورسز اللي بتاثر على العربيه عن طريق الكتروميكانيكال اكتويترز او ماجنيتوريولوجيكال فلويدز. لو حد سمع عنها دي فلويدز بتغير الفيسكوستي بتاعتها مع كميه الكرنت اللي بتوصلها لها. كل الكلام ده بيقول ايه؟ ان انا بدل ما اديفلوب سسبنشن سيستم واصرف عليه فلوس كتير قد كده، طب ما نعمله سيميوليشن ونجرب نحط الافكار بتاعتنا على بلاتفورم، بس محتاج تتعلم نولج كبيره جدا بيهايند في الميكانيكال انجينيرنج. لازم تعرف ثيوري اوف ماشين، لازم تعرف الكايناماتكس، لازم تعرف فايبريشن، لازم تعرف رايد وكمفورت في الاوتوموتيف انجينيرنج. كل ده باك جراوند لازم تعرفه وتتعلمه كويس قوي قبل ما تروح تديزاين اليمنت. فاحنا اخترنا السسبنشن لان دي من الحاجات المعقده اللي موجوده في العربيات، وقليل قوي من العربيات اللي فيها اكتيف سسبنشن، ولكن التول اللي زي ادمز ده تقدر تساعدنا ان احنا نقدر نديزاين الكلام ده. وبالحمد لله النهارده عندنا اوبورتيونيتي ان في ممكن ناس لو انترستد ان هي تتعلم البروجرام ده، ان احنا نقدر نعمل كراش كورس او نعمل سيشن في ممكن ساعتين او ثلاثه، نقدر ندي مور ديمو اكتر بالناس تجرب على الكمبيوترز بتاعتها تشوف وتحس ازاي سيستم زي ده ممكن يتعمل له ديزاين. مش لازم يكون سسبنشن، ممكن حاجه ابسط من كده شويه، بس على الاقل نتعلم شويه تولز تساعدنا ان احنا نعمل ديزاين. شكرا.